بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعت اليوم اللجنة للشؤون التشريعية والقانون للاجتماع رقم 31، ناقشنا فيه ثلاث مواضيع. الموضوع الأول رفع الحصانة، طلب النيابة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو سلطان جدعان الشمري في قضية رقم 45/2016 جنح صحافة، تم التصويت عليها بأغلبية عدم رفع الحصانة 4-1، وتمت مناقشة البند الثاني اللي هو استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بمرسوم بقانون رقم 40/1980. بعد إقراره بالمداولة الأولى تم التصويت عليه بإجماع الحاضرين برفض تعديلات الحكومة المقدمة والتكملة على موضوع التصويت في المداولة الأولى. كذلك تم التصويت على موضوع الإحالة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 112/2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، تم التصويت عليها بإجماع الحاضرين وإحالتها إلى اللجنة المختصة. هذا اللي تم اليوم في موضوع اللجنة التشريعية. شكراً.